بارك الله لكم في عنايته وفي رعايته وفي الانتماء إليه وفي الانتساب إليه وفي الاتباع له وفي الابتداء به في الدخول في دائرته وفي الحضور في حضرته، واجعلنا وإياكم من أهل المستقيمين على طريقته، يحفظنا به وينصرنا بنصره، واجعلنا في على باله في جميع الأحوال وفي جميع الشؤون وفي جميع الأيام وفي جميع الليالي في الظهور وفي البطون. يكرمنا وإياكم بحنان روح هذا النبي وعطف قلب هذا النبي والدخول في دائرة هذا النبي، واجعلنا جميعا من أنصار هذا النبي، اجعلنا مذكورين في حضرة هذا النبي، اجعلنا ثابتين على قدم هذا النبي، ولا يفرق بيننا وبين هذا النبي. يشفع فينا عنده ابنته الزهرة البتول وجاهها الواسع الذي به تصول وتجول. الله يبارك لنا ولكم في تلك الوسائل، ويهب لنا وإياكم جميعا الفضائل، ويمنحنا سبحانه وتعالى غيثه الهاطل، ويفرج كروبنا وكروب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الله يجعله يوم يسقي بسيله الأحياء والأموات، وتعود عوائدته على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات الأحياء والأموات. رب الأرض والسماوات يكرمهم بكرامات، يفتح لهم بفتوحات، يدفع عنهم الآفات، يأذن بتحويل حالهم إلى أحسن الحالات. اجعلنا عندهم مقبولين وبحبله وحب الحبيب موصولين، وإلى مراق العلا منازلين، مترقين مع من يترقى في كل شان وحال وحين. نظرتك لأهل بدر يا من بيده الأمر ترفعنا بها على مراتب الشكر، وتصلح لنا بها السر والجهر، وتتولانا بها في الدنيا والقبر والبرزخ ويوم الحشر، وتنضمنا في سلك هذا الحبيب، تقربنا إليه مع أهل التقريب. وفر حظنا من هذه الذكرى، وهب لنا من حضرتك العليا بشرى، واقترنا به يا مولانا مع خواص محبيك ومحبيه، محبوبيك ومحبوبيه. واجعلنا اللهم في علاقة به لا انفكاك لها، وفي رابطة به لا حل لها، وفي صدق في اتباعه واستضاء بأنوار شعاعه. آمنا به وبما جاء به عنك، وعلمنا أنه صفوة خلقك وأقربهم منك، فبجاه عندك ومنزلته لديك، وبما بيننا وبينه أدخلنا في دائرته أجمعين، شرفنا برؤية طلعته أجمعين. يا ربي وإن كان في عيوننا هذه ما قد خانك وقد عصاك، فإن في جودك ما تبعد به ظلمة العصيان وشر العصيان وبلاء العصيان، حتى لا تحرم عين منا رؤية ذاك الجمال ومشاهدة ذاك الجلال وإدراك ذلك النور المتلال. يا ربي أكرمنا منه بالوصال، وتولنا به في جميع الأحوال، وعيوننا شرفها وطهرها ونظفها، واجعلها ناظرة إلى ذاك الجمال البديع، مترقية مع أهل المقام الرفيع. يا قريب يا سميع يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، بما دعاك السيد المعصوم سيدنا مسك الختوم، وناداك يا حي يا قيوم، وراء نداء بنداء في نداء نناديك يا خير من ينادى، ويا أكرم من يهدي ومن يسبل وينعم ويسدي ويجود ويعطي ويغفر للمخطي. يا معطي لا تبطي، أدخلنا إلى فسيح الرحاب، وشرفنا بكشف النقاب عن سمير حضرة قاب في مقام الاقتراب. يا وهاب شرفنا بكشف الحجاب، أدخلنا عليك من هذا الباب، واعطنا من عطائك الواسع بغير حساب. يا رب الأرباب، يا مسبب الأسباب، يا غفور يا تواب، تب على من قتب. يا تواب تب علينا لنتوب، واجمعنا بالحبيب المحبوب، اسقنا من شربه أحلى مشروب. صل عليه في كل آن، وسلم عليه في جميع الأحيان، منك عنا بما أنت أهله يا منان. اللهم واسقنا به شريف الدنان في حضرات التدان، يا منان يا وهاب يا رحمن يا الله.
إذا حشرت أهل بدر فلا تخلف منا وممن يسمعنا أحدا عن ذلك الركب الميمون في زمرة الأمين المامون إلى جنات عدن يا رحيم ودار الكرامة والتكريم والفضل العظيم يا عظيم يا الله يا الله يا الله لك ومن أجله ذكرنا أهل بدر اليوم نذكرهم وغدا ننظرهم ونحضر محضرهم ندخل مداخلهم ونحل معهم في دار رضوانك وأعلى جنانك يا الله يا الله يا الله من أجلك أحببناهم ولأجل رضاك ذكرناهم وفيك واليناهم فحنن أرواحهم علينا وعطف قلوبهم علينا واجعلنا لديك ولديهم محبوبين بعين العناية منظورين ترقينا مع المقربين يا أكرم الأكرمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين بابك أوسع فلا نذهب إلى باب غيرك وما لنا غيرك ولا رب لنا إلا أنت ولا إله لنا إلا أنت ولا مالك للأمر إلا أنت ولا مقدم ولا مؤخر إلا أنت ولا معطي ولا مانع إلا أنت ولا خافض ولا رافع إلا أنت ولا معز ولا مذل إلا أنت ولا يملك الدنيا والآخرة إلا أنت فيا الله يا الله يا الله يا مجيب من نادى يا ملبي من دعا يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اشتد الخطب بأمة نبيك المعصوم وزاد الكرب على أمة نبيك مسك الختوم فنسألك بسر اسمك الحي القيوم أن تكشف جميع الهموم تدفع جميع الغموم تبلغنا ما نرجو وما نروم فوق ذلك يا حي يا قيوم يا الله يا الله يا الله وكلنا نقول يا الله وقلوبنا تقول يا الله وألسنتنا تقول يا الله وأرواحنا تنادي يا الله وأسرارنا تخاطب يا الله يا الله يا الله يا غوثا يا ربا يا مجيب من دعا يا الله 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 شرفت الجمع بنداء اسمك فهب لنا من كرمك ما يعدي كل وهم ويفوق كل فهم ولا يبلغه أمل ولا ينتهي إليه سؤال من سأل من فيضك يا من عز وجل يا الله يا أجمل يا الله يا أكمل يا الله يا أعز يا الله يا أكرم يا الله يا أعظم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ولا في قول ولا في نية ولا في خلق ولا في
شاننا كله، اتم لنا باكمل جلوسنا وانت راض عنا بلطف وعافيه، وارحم والدينا وابائنا وامهاتنا وجدنا وجداتنا، واجزهم عنا خير الجزاء، واجمعنا بهم في دار الكرامه والهنا، وادفع الافات عنا وعنهم وعن اهل لا اله الا الله في جميع الجهات، واجعل يوم من ابرك الايام وازعجها، علينا نجني ثمار ابدا سرمدا، كلنا بما انت اهل هنا وغدا، واغفنا شر جميع العلا، اجعلنا واهل الاقبال عليك وصدق معك في حلوك حلمك الحليم وحسنك الحسين العزيز، وتولنا بما انت اهله واصلح الشان كله، وكلنا بحسن وانت راض عنا بلطف وعافيه. اللهم اجمعين الى حضره النبي وعلى اله وصحبه الفاتحه.